ناخد التليفون ونكمل. ام ياسين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. عامل ايه يا دكتورة لمياء؟ الحمد لله بخير ربنا يجعلك يا رب خير لمصر يا رب. حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. عايز اسال بس فضيلة الشيخ سؤال، اتفضلي معلش. اتفضلي. انا كان جوزي كان بيشرب وكان بياخد برشاه، وانا طبعا كافحت بكل مكافحتي وبكل حياتي لما منحت عنه الشرب ومنحت عنه البرشام ومنحت عنه كل حاجه. طب الحمد لله. فكنت اقول لحماتي مثلا ساعديني ومش عارفه ايه، تقول لي سيبيه يشرب، ما تسيبيه يشرب، ما تسيبيه، انت عايزه منه ايه، انت ما تعيشي وخلاص على كده. وبعدت الحمد لله، وطبعا انسان كويس، الحمد لله. بس دلوقتي انا مشكلتي حماتي، احنا ناس ارياف فلاحين يعني، وبتحط على اللبن ميه وبتبيعه للناس، وبقول لها حرام كده حرام، انا معايا 3 اطفال بربي فيهم كده حرام، وبعيط كل يوم من سبب الموال ده. بترد عليكي تقول لك ايه؟ بترد عليا تقول لي مالكيش دعوه، انت مالكيش شيء، وانت لا تتحسد ولا انا، بس انا باكل من الشيء ده انا وولادي. يعني هي بتبيع اللبن، هي اللي بتصرف؟ ايوه هي بتصرف، بس قلت الجثه، قلت جوزي انا اللي هو ابنها، ما حقيقه ربنا يغلب معاه، فقال انا لو عزلت منها او في يوم من الايام بعدت عنها، هل انا عليا ذنب؟ حاضر. ومعلش كمان سؤال بس، اتفضلي. انا دلوقتي يعني احنا في بيت عيله وكده، وبرضه حماتي برضه وليا ست بتكذب ياما، بتختلف كلام كدب ياما، وبوشين تحب كده عليه تقع بالمرض وبالعي على طول. دي حماتك؟ ايه والله العظيم، عشان بقول لها كده حرام وبعيد عن الحرام، وما تكذبيش، ما تحلفيش بالله كدب ياما، وما تحلفيش بربنا ياما. لا ديما تقول لي ربنا يوريك بالمرض الكذا ومرض يا ساتر يا الكذا، رب يا ساتر، ما تقوليش. بسمح بقول لها بعيدة عني، سيبيني الولاد اربيهم. فانا بس عايزه من فضيلة الشيخ، ايه الذنب اللي عليا في اللي انا قلته ده؟ حاضر حاضر. تابعينا يا ام ياسين. دلوقتي هي حماتها بتغش في اللبن وبتخلطه بميه، وزي ما حضرتك سمعت لما بتقول لها يعني انه ده فيه حرمانيه، بتقول لها مالكيش دعوه، هو انا اللي هتحاسب ولا انت؟ هي بتقول كده عليها ذنب ولا لا؟ والاكل اللي بتاكله بقى ومعاملتها معاها، هي بتاخد ذنب؟ طيب، هي قضيتين منفصلتين. قضيه الغش عموما في اي سلعه ومنها اللبن، وقضيه ان الانسان اللي هو مجبر انه هياكل من هذا الطعام، زي زوجة، زي أولاد، زي من يعولهم هذا الإنسان الذي يغش غيره، زي اللي بتبقى عارفة إن الرزق اللي داخل بتاع، أو المال اللي داخل بتاع جوزها في حرمانية. نعم، كلنا عارفين قصة بائعة اللبن مع سيدنا عمر، عندما كان يمر ليلا وسمع حوارا يدور بين امرأة وبين ابنتها. المرأة بتقول لابنتها ابنتها غشي في اللبن، أضيف الماء على اللبن. قالت لها يا أمي إن أمير المؤمنين ينهى عن ذلك. قالت وما أدرى أمير، وما أدرى أمير المؤمنين بما نفعل. قالت لها ربنا أدرى ومطلع. قالت إن كان أمير المؤمنين لا يرانا أو عمر لا يرانا، فرب عمر يرانا. كلمة فرب عمر يرانا ديت لو سكنت في القلب الناس مش هتغش. إن كان فلان لا يراك والناس لا تراك، فرب الناس يراك. هي المشكلة في كل شيء، في انه الناس توصل لدرجة الكلمة اللي هي قالتها لها دي، هو انت اللي هتتحاسبي ولا انا؟ يعني انت عارفة انك هتتحاسبي. الناس بتستسهل مسألة الحساب، يقول لك بس اعمل ده وما لكش علاقة، انا اللي هتحاسب. ايه ده؟ انا اللي هتحاسب ايه؟ تساهل بالشكل ده. ده انت معلش، انا عذرا في التشبيه، انت لو رايح وعندك قضية في المحكمة، انت بتفضل شايل هم القاضي اللي هتقف قدامه، وهعرف ارد ازاي وادي واخد وادي معاه في الكلام، ورايح وانت خايف. طب ما بالك بقى لما يعني قاضي القضاة، لما الله سبحانه وتعالى الحكم العدل يسالك عن ذلك. اذا الناس لابد تفكر، ما ننساش اعمل وانا اللي هتحاسب، اعمل وانا اللي هشيل الذنب، الذنب ده عليا انا، هو الذنب ده حاجه كده بتتحط لا، دي جهنم. ده سؤال امام الملك سبحانه وتعالى، ها
هنقف صعب، السؤال صعب، ومن نوقش الحساب عذب. صح، ده كان بيخيف السيدة عائشة رضي الله عنها، إنسان لابد أن يعلم هذا. فالشاهد أن هي بتعمل كده حرام قطعا، ولا ينبغي للإنسان أن يغش غيره بأي سلعة، سواء لبن أو غيره أو نحو ذلك، خاصة في الأيام دي بتنتشر مسألة الغش كتير قوي. أما مسألة أنك مجبرة ومضطرة للأكل، كلي، لأن المال لو ما عندكيش بقى صرفة تانية، لأن المال مال مختلط، مال مختلط، يعني هذا اللبن فيه جزء لبن، كأنك بتعتبري نفسك بتاكلي من الجزء الحلال، والغش ده عليها هي تتحمله أمام الله سبحانه وتعالى. فإن اضطررت إلى الأكل من طعامها فكلي إن شاء الله، ما فيش أي وزر عليك.